هسألك عن حاجة مهمة جدا، وأكيد أنت فكرت فيها في مشوارك، الحجاب. هل الحجاب كان بيسبب لك أي مشكلة، أي عقبة؟ خالص بالعكس حاسة إن هو مثلا ممكن يعطلك شوية خالص. ولا لأ؟ مع إن إحنا بنشوف يعني بنشوف مطربات كتير دلوقتي ممكن وفرق حتى كمان والسولو إن ده شرارة، وهلا رشدي، عظيمة وفي طبعا. كذا حد بالحجاب. هو ممكن كان في فترة من الفترات مش سهل على الناس تتقبل حد يغني أو حتى على فكرة يطلع كمذيع حتى بحجاب. ده حقيقي، كان دايما بيحطوا المحجبة في إطار معين حتى كمذيع. لا دلوقتي البرامج الدينية فقط أو لا القنوات الدينية، حتى مش بس البرامج، القنوات الدينية فقط كان بالظبط، من لا زمان. دلوقتي خلاص يعني أنا طالعة بحجاب، طالعة لبس كويس، بغني بشكل كويس، فيعني هيعوقني في إيه بالظبط. يعني؟ هو اعتقد يعني كل انسان ليه دي حريه شخصيه، انا عايزه ابقى محجبه، عايزه ابقى بشعر، دي حاجه حريه شخصيه ما لهاش علاقه، الفن صوت واداء وشخصيه، بالظبط، لو الثلاثه واحساس. واحساس دول موجودين خلاص. بس انا اعتقد انه فعلا بوجود هلا رشدي ونداء شراره سهل تقبل الفكره دي في المجتمع اكيد لكل للمطربه. اكيد. طبعا قبليهم كانت العظيمه ياسمين الخيام، بس وقت ما كانت وعايده الايوبي. وعايده الايوبي، صح، عايده الايوبي. عايده الايوبي من برضو من الناس اللي كانت طبعا مختلفه جدا، والناس طبعا اندهشت لما شافتها بالحجاب، طبعا بس كانوا طبعا مبسوطين بيها قوي، طبعا استقبلوها استقبال رائع يعني في طبعا الوقت اللي رجعت فيه تاني طبعا. للغنى. جميل. طيب انتي مجهزه لنا سر السعاده، صح؟ يلا اسعدينا. يلا يلا بينا. التحية طبعا للفنان الكبير حسين طبعا الجسمي. طبعا، صوت برضو صوت رهيب رائع ومحب لمصر من جدا الدرجة الأولى، جدا جدا. فلذلك احنا بنعتبره يعني من دمنا يعني ده جدا حقيقي. لينا يعني أخ لينا. سر السعادة في بيتك تعالى، وسط ناسك تعالى، وفرحنا املأ قلبك أمان، هتملى المكان سعادة وهنا. السعادة في ايديك هتلاقيها، لما تقدر تسيب إحساس كبير، فرحة متبسمة ومتقسمة على قلوب كتير، على ميعاد ميعاد كل ليلة، هنا فرحة بتلم عيلة، ضحكة في عيون الحبايب، سعادة زيادة على طبيعتك انت في مكانك، ارتاح وناسك امانك، الفرحة دقت ببانك، ندهالك جيالك. حلوة حلوة جدا، حلوة جدا، انت جميلة جدا، واختيارك للاغاني كمان شكرا. حلوة قوي، مبهج قوي، ما عدا كده يعني هي حلوة جدا، انما هي بعيدة شوية عن البهجة، بس جميلة بصراحة جدا، واديتيها بطريقة حلوة قوي. انتي مخططه ايه للفتره اللي جايه، مشوارك يعني، نفسك في ايه للي جاي؟ انا ان شاء الله في اغاني برضو ان شاء الله قريب، ان شاء الله ربنا يكرمني ان شاء الله، يا رب. ومخططه اعمل بقى حاجات جديده، يعني اعمل زي محتوى مع اغاني، يعني حاجات كده محتوى تقديمي، مش تقديمي بالمعنى التقديمي، بس ما تقوليش الفكره كامله علشان هقول ما الفكره تتخططش بس، هي مني. حاجه لذيذه يعني، وبدخل فيها اغاني. علشان فغير انا برضو بقول كده علشان خاطرك، مع ان انا المفروض كمذيع اخد منك اكسكلوسيف وسبق وكل حاجه، انا بس بقول كده علشان لا خاطرك. والله في حاجه لذيذه قوي ان شاء الله قريب هقدمها، يعني خفيفه كده، ان شاء الله تعجب الناس، هيبقى برضو معاها زي اغاني كده وحاجات بسيطه كده ان شاء الله. طيب بصي، من غير ما تحرقيها، انت مثلا هتتكلمي عن الفنان، هتتكلمي لا عن لا 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 الكلمات، لا لا لا، هي حاجه جديده خالص 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 مختلفه تماما عن اي حاجه ممكن نتوقعها. لا لا خالص. جميل. طيب الى اي مدى انت شايفه انه السوشيال ميديا بتساعد طبعا المطربين والفنانين في الظهور والانتشار؟ طبعا طبعا. السوشيال ميديا على فكره دلوقتي الاساسي السوشيال ميديا، يعني حتى اللي بيطلع وبيعمل نجاح كبير على السوشيال ميديا شركات الانتاج هي اللي بتاخده دلوقتي، يعني هي الاساس. يعني في الاول كان ممكن شركات الانتاج تبص ان ده صوته حلو ف ماشي ممكن ناخده ونشتغل معاه، لا دلوقتي بقوا دايما بيشوفوا اللي طبعا صوته حلو وليه شخصيته المميزه، بلس الفيوهات بتاعته، نشاطه على السوشيال ميديا، ده كل ده